بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن، وطن الأمان، وطن التقدم، وطن الازدهار. التحية لك وطني، وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. الإدارة العامة للإعلام والتوثيق والعلاقات العامة بوحدة تنفيذ السدود تدشن كتاب الوضع اللغوي والتعايش السكاني بروسيرس ضمن مجموعة إصدارات الدفعة الخامسة. في إطار تدشين مجموعة إصدارات الدفعة الخامسة التي وثقت لحياة المتأثرين في تعلية الروسيرس ومجمع سدي أعلى عدبرة وسيتيت، دشنت وحدة تنفيذ السدود بمنبر صحيفة الصحافة كتاب الوضع اللغوي والتعايش السكاني بروسيرس للمؤلف بروفيسور كمال جهلة. الأستاذ محمد الأمين مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود أكد اهتمام الوحدة بتوثيق تاريخ وتراث كافة المناطق المتأثرة من قيام السدود، وأشار إلى أن الوحدة نفذت أكثر من 65 ألف وحدة سكنية في مشروعات السدود، وقال إن وحدة تنفيذ السدود قدمت حتى الآن 32 كتاباً وثقت للحياة الاجتماعية والاقتصادية للمتأثرين من قيام هذه السدود. مقدم الكتاب كانت مهمته أتوقع أن تكون كانت مهمة شاقة جداً، لأنه قطع شك بذل مجهود وسط أكثر من 22 ألف متأثرة يزيد تعداد عن 110 ألف نسمة. والمجموعة التي بحث فيها الأخ وقدم هذا الكتاب عن الوضع اللغوي والتعايش السكاني، يمكن المنطقة دي فيها العديد جدا جدا من القبائل السودانية. أفتكر ليست على يعني للحصر، لكن على سبيل المثال المنطقة المتأثرة في الدماز في من تعلة الروسيرس، أفتكر فيها هوسة، فيها فلاتة، فيها بيرتي، فيها 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 قميس، فيها هوسة، فيها همج، انقسنة، وطاويد، بجا، جبلاوية، هذه جدا جدا من القبائل، وكل قبيلة من القبائل اللي عندها لغتها. من جهته أثنى بروفيسور الأمين أبو منقا على جهود المؤلف، وقال إن الكتاب يعد ثمرة لجهد ميداني كبير تنوعت فيه المصادر بتنوع المناطق والسكان، منوها إلى أن التعدد والتنوع الذي يتمتع به السودان يعد واحدا من عناصر القوة ولبنة أساسية للتعايش السكاني. من هنا تنبع أهمية هذا البحث الذي يعني قامت به وحدة السدود في هذه المنطقة، ونحن يعني نشيد بهذه المبادرة الجميلة جدا جدا، وتركت لنا يعني مادة ثرة جدا للأبناء والأجيال إن شاء الله. انعقاد ورشة الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن شراكة ما بين الإدارة العامة للمشروعات بالوحدة ووكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا. عقدت مؤخرا بمقر وحدة تنفيذ السدود بالخرطوم ورشة الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الشراكة ما بين الإدارة العامة للمشروعات بالوحدة ووكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، وذلك ضمن مشروع تعزيز الإدارة المتكاملة للمياه في السودان بحضور عدد من المهندسين. وأكد الخبير الياباني هيرو ياماني مقدم الورشة أن وكالة جايكا تعمل على مساعدة السودان في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي منذ عدة عقود، وأشار إلى أن جايكا لها إسهام كبير في مشاريع المياه والصحة المنتشرة في كل أنحاء البلاد، كما أكد أنهم وجدوا كل التعاون والدعم من المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود. Capacity development at the individual levels alone maybe will not be enough. I think capacity development or improvement with your ministry, the organizational capacity enhancement is, I think, equally important. So we will touch upon that aspect as well in our project. المتحدثون في الورشة ثمنوا الشراكات المثمرة بين السدود وجامعة الخرطوم ومركز أبحاث المياه ووكالة جايكا، مؤكدين أن العون الياباني له بصمة واضحة في التنمية في البلاد، خاصة في الجوانب التقنية والمشاركة في تنفيذ برنامج زيرو عطش. وقالوا إن هذا المشروع يمتد لمدة 3 سنوات منذ أغسطس 2016 إلى أغسطس 2019.
regional directorates and ministries to be participate in these workshops. We have a workshop next week with drinking water and sanitation units, and this is now with the dam implementation units. And we have a workshop with the Ministry of Agriculture and Forestry next week. We finished this workshop. الهيئة النغابية الفرعية للعاملين بوحدة تنفيذ السدود تدشن عددا من المشروعات الإنتاجية للعاملين. في سبيل الاهتمام بالعاملين وتخفيف أعباء المعيشة على العاملين، دشنت الهيئة النقابية الفرعية لوحدة تنفيذ السدود بدار النفط عددا من المشروعات الإنتاجية للعاملين. الدكتورة بيتا بطرس شوكاي وزيرة الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ثمن التعاون وانسجام الهيئة النقابية الفرعية مع الإدارة، داعية إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات الإنتاجية وكل ما من شأنه دعم استقرار العاملين. أنا سعيدة كذلك لأقف هنا شاهدة كما قال شاهدة عصر بكل المشاريع التي تقوم بها النقابة، كل المشاريع تحت وحدة تنفيذ السدود. أنا وأخي معتز موسى والوكيل كلنا قيادة الوزارة نقف مع أخونا وزير الدولة خضر في كل الإنجازات الكبيرة، الإنجازات العظيمة التي تقدمها وحدة تنفيذ السدود، إنجازات النقابة. أقول هذا يوم للشكر، هذا يوم لأنه نشكر الله ونشكركم كثيرا على إنجازاتكم من خلال هذه الوحدة ومن خلال النقابة. المهندس خضر قسمسيد وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود لدى مخاطبة الاحتفال أشاد بمبادرات الهيئة الفرعية في تنفيذ المشروعات الإنتاجية للعاملين، وأعلن تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المزيد من المشروعات بما يسهم في استقرار العاملين. نحن في وحدة تنفيذ السدود، وأنا أضع يدي على يد الإخوة في النقابة الفرعية وأخي عاطف الزين، بإذن الله تعالى نسير مع بعض ندعم كل المشروعات التي تقوم بها النقابة. والحمد لله كذلك حتى على مستوى رئاسة الوزارة الأخ الوزير في اتصال معه مباشر لعمل كل ما يمكن لمصلحة العاملين. نحن إخواننا محتاجين بصورة أساسية أنه العاملين الموجودين في وحدة تنفيذ السدود نحافظ عليهم حتى يكملوا إنجاز المشروعات التي استندت عليهم الدولة. المتحدثون في الاحتفال أكدوا أن تمليك 200 موتر للنقل للعاملين يعتبر مقدمة لتنفيذ المزيد من المشروعات الإنتاجية، مشيرين إلى أن المشروع نفذ بتمويل من مصرف المزارع التجاري بالتزامن مع تدشين فرعين جديدين للسلع الاستهلاكية والسكن الشعبي الذي استهدف عددا من العاملين، مشيدين بدعم وزير الموارد المائية المدير العام لوحدة تنفيذ السدود للهيئة وروح الشراكة مع مصرف المزارع التجاري، مؤكدين أن فرعية السدود أضحت أنموذجا بين فرعيات النقابة العامة. تجدر الإشارة إلى أن حفلة تدشين المشروعات الإنتاجية لفرعية السدود شهد تكريم فرعية السدود لوزير الموارد المائية والري والكهرباء والمدير العام لوحدة تنفيذ السدود ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ورئيس النقابة العامة لعمال الطاقة والتعدين والري. من بين فجاج هذه الأرض يمر نهر عطبرة وسيتي، ينحدران من بين هذه الصخور والرمال ليشكلا عوالم من الخضرة والجمال. حولهما كانت حياة الناس وما زالت، حياة كان لها ماضي بحكاياته. كوبري ريحنا راحة كاملة خلاص، لأنه بس زعفنا القضارف طوالي قوام قوام
كان يزور مريض، كان يزور التعبان كده يعني، كل حاجة بديها راحة كاملة خلاص. لكنهم الآن يستشرفون أملاً ووعداً جديد. نحسب ربنا سبحانه وتعالى إنه أرادنا خير، إنه يجمعنا مع كل المكونات الموجودة لهذه القرية بمختلف القبائل، ودي واحدة من الرحمانية إننا نتلاقى في قبائل عدة وفي سحنات عدة وفي مكونات عدة في بوتقة كبيرة زي دي فيها قرابة 4500 أسرة. مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتي الحلم الذي أتى. مشاهدينا بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.